مشاهدي يلا كرة في كل مكان، أهلا بيكم وتقييم الأداء التحكيمي للجابوني بيير جاسلان اتشو في مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري بطل أبطال أفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائر. بيير 33 سنة، أول مشاركة لي للنادي الأهلي في مشواره التحكيمي. اعتدنا على تقييم أداء أي حكم وفقا لنتيجة المباراة، أما وقد خسرنا مباراة كانت بين متناول يدينا، أتصور أن الحكم سينال القسط الأوفر من السخط والنقد. نروح سريعا لأبرز حالات المباراة. بعد 5 دقائق من بداية المباراة، النادي الأهلي كان في طريقه للحصول على ركلة جزاء. راية المساعد الأول أنهضت قرار الحكم اللي فعلا ما كانش هيدي ركلة جزاء، وهيدي ركلة حرة مباشرة لأن فعلا كان فيها شيء من التمثيل. إذن قرار الحكم صائب وأيده الفار. بعد دقيقة واحدة، الحالة الأهم والأصعب في هذه المباراة، كهربا بيحرز هدف من بين يدي حارس المرمى، حكم على بعد خطوات وسريعا إدى ركلة حرة مباشرة لحارس المرمى. قرار صحيح من الحكم، وبرضه نقول إن الفار أيده، أتفق مع الحكم بقراره. بدلك لكهربا. في الدقيقة 14، حالة صعبة في لعبة مرتدة لاتحاد العاصمة الجزائري، كان ممكن تكلف النادي الأهلي ركلة جزاء تلاحم قوي من المدافع والمهاجم. الحكم أشار باستمرار اللعب وإدى ركلة مرمى وأيد الفار وقال أؤيد قرار الحكم. فعلا الكرة لا ترقى كونها أكثر من تلاحم قوي، مشروع ومسموح به. في الدقيقة 25 كهربا بيحاول ياخد ركلة جزاء وسقط من تلاحم الحكم أشار باستمرار اللعب. اعتراض شديد من كهربا كلفه إنذار، والأسوأ من كده إن هو سقف الحكم باستهجان، كان ممكن تكلفه إنذار تاني وبالتالي بطاقة حمراء تخلي النادي الأهلي يلعب أكتر من 70 دقيقة وهو ناقص. تصرف أهوج من كهربا لازم يتحاسب عليه عشان ما يتكررش. تتفاوت قدرات الحكام في واحد يفوتها والتاني يعاقب عليها. في كل الأحوال قرار الحكم صحيح وليس هناك ركلة جزاء. الدقيقة 38، مروان عطية بإهمال يرتكب غلطة عمر ويكلف فريقه ركلة جزاء جه منها هدف المباراة الواحد. صراع على الكرة، المهاجم نجح في لعب الكرة ومدافع الأهلي مروان عرخر. الحكم أشار باستمرار اللعب لكن استدعاه الفار الموفق جدا واداله قرار بركلة جزاء جه منها الهدف الوحيد، هدف البطولة. الشوط الثاني مرة بمنتهى السهولة والسلاسة للحكم. ليه؟ اللعيبة اعتادت عليه وعرفت ان هو مش سهل ترجع. الفريقين يا دوب الشوط الثاني يمكن 3-4 انذارات للفريقين. بصفة عامة أنا شايفه حكم جيد وحكم مرحق. وحكم عنده من العدالة ومن الشجاعة. أضاف 5 دقايق وقت بدل ضائع للشوط الأول وعشر دقايق في الشوط الثاني. هارد لك النادي الأهلي وجماهيره، مبروك لاتحاد العاصمة الجزائري.